هلا وسهلا، كيف حالكم؟ طيبين؟ تذكرون وقف تحفيظ القرآن الكريم اللي في رماح كيف قفلناه أنا وياكم بعد الله عز وجل؟ طيب يا حبيب قلبي، أبشركم يا من تحبون القرآن، هذا وقف ثاني لأهل القرآن في مكة المكرمة وفي حد الحرم. هذاك في رماح يا أخواني وفي قرية وقفلناه لأنكم تحبون الخير وتدورون الخير بالمنقاش. هذا في حد الحرم، وقف موثوق ورسمي وزيادة عليه داخل حد الحرم. وزيدكم ما تقدر، ما انت موظف طفران ما عندك فلوس، بس ترفع الشاشة تطلب المقطع منهم هذا عشان تنشره، انا ساهمت عنك والله يجعلها خالصة لوجهه. مجرد انك تطلب المقطع من الواتساب وتنشره انت شريك في هذا الوقف. هذا الوقف يصرف ريعه على من؟ على اهل القرآن. من هذا الوقف بعد امر الله عز وجل سيكون هناك مئات من حفاظ وحافظات القرآن الكريم. من هذا الوقف سيتلى القرآن آلاف المرات. من هذا الوقف سيكون هناك الطفل والشاب والشايب والبنت والمرأة الكبيرة في السن، كلهم سيستفيدون من هذا الوقف بتوفير المكان والتعليم لهم. فرصة كبيرة، وخاصة أن الوقف داخل حد الحرم. اطلبوا المقطع وتبرعوا وانشروا باللي تقدرون عليه، يوم القيامة نلقاها قدامنا.